سبيشال شارتر، شارت في المنطقة هذه بالذات، هني الصندوق هذا يعني مو لازم، مو دائما يطلع، لكن في التكنيك الأخير اللي هو الأيدل، وأخذنا جاك أوف تريد اللي هي التكنيكات كلها موجودة. نشوف الحين منو من الفريق عنده التكنيك هذا آيدل عشان نقدر نستخدمه في المعركة. أساس انضم المعركة، هذا آيدل، هذا هو طبعا آيدل وودر من أقوى ال، لكن لحد الحين سكوربيون تيل ما أخذناها. زين ال زودياك، وهذا آيدل كذلك، الشخصية اللي بعدها. لا لا، عندنا هذا فراس كابا اللي هو ما ادري شنو السلاح هذا، فراس با. زين اللي بعده اتوقع هذه